اخي العزيز راح اقول لك فرشاي نعم. اخليك تحزن شهر اها فضل. عندما استقبل السيد علي السيستاني البابا في العام الماضي هل تعلم ان شخصيات محسوبة على دولة جارة ومحسوبة على حزب معين اسسوا لجنة يقودها احد الاعلاميين اللي اسمه ولائي وكذا اصدر اخذت تكتب المقالات تلو المقالات تتهم علي السيستاني بالإبراهيمية اي تفهم شلون؟ اي تتهم علي السيستاني بلا خجل وبلا حياء حتى طال الاتهام مو بس ابنه وابوه وجده والى اخره يعني فهذه القضية في الحقيقة اعتقد بها وجهة نظر يعني انا ما احكي لك كناطق عن المرجعية ولكن بس عندي فد معرفة عامة يعني بما يدور بشكل عام في خواطر المرجعية في افكار المرجعية ولست انا على الدباغ اللي كان يطرح نفسه خبير بالشؤون المرجعية هو كذا ويكذب ايش ذكرك بي ولا هم يعزلون ايش ذكرك أنا ذاكرتي حديدية إن شاء الله طولة العمر ثق واعتقد ثق واعتقد أسس بيت إلى جانب بيت السيد السيستاني لغاد من عنده وأخذت مناشير تصدر تتهم السيد علي السيستاني بالإبراهيمية دفتهم شلون مركز ثقافي وكذا وإلى آخره طيب سوى أنه بعض الناس صدوا وفلان وعلى فانه المرجعيه بهل هذا اعتقد يراد تصل الامه الى درجه من الياس والاحباط حتى ذيك الساعه ممكن انه تتجه للمرجعيه والمرجعيته اخي العزيز عشائر المرجعيه طالبت العشائر بالانتهاء عن النهوه والانتهاء عن هذا العطوه لم يستجب احد لها طيب استاذ غالب وهم رؤساء عشائر اعطيك تجربه نعم اعطيك تجربه بسيطه يعني وهي تجربه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام عندما وصلت المساله الى حد الانفجار والامر واضح كان تمام لو انت ما فرض طبعا. على علي بن ابي طالب راي الخوارج انا باوع ترى شويه انا بطريقتي يا اخي العزيز والاخ الشيخ يعرفني انا واقعي جدا ما افكر تفكير رغائبي وافكر تفكيرات امنيات انا افكر وفق بصره سياسيه واقعيه وهي وضع النقاط على الحروف وملامسه الحقيقه بشكل مباشر نعم شوف شلون تمام عليه فانا اقول لك يعني ما شو يسمونه يعني والا يعني المرجعيه اكثر من 300 خطبه هي خاطبه اعتقد او في 200 خطبه وبحت حناجرها حتى قال لقد حتى بحت حناجرها تمام لو تمام تمام